السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين؟ يا رب تكونوا كويسين. اهلا بيكم في فيديو جديد من رياضيزيا. دوت الفيديو الخامس في الجزء بتاع الكومبلكس فانكشن اللي بدأنا فيه من كام يوم. هنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا، وهو شابتر جديد بعنوان كوشي ثيرين. قبل ما نخش في النظرية ديت، لازم نكون عارفين شوية حاجات، شوية مفاهيم مهمة هتتكرر كتير، فمفروض تكون عارفها كويس أوي. أول definition معانا هو الأناليتيك والريجولار فانكشنز. تمام. الفانكشن بيتقال عليها أناليتيك إمتى أو يتقال عليها ريجولار إمتى؟ بكل سهولة هشرحها لك كده في حاجة في الريال عشان تجمعها، وبعدين نخش على المفهوم اللي في الكومبلكس. لما كان يبقى فيه فانكشن عندك بإكس مثلا، أو بإكس تربيع أو بإكس تكعيب، هل كان في أي فاليو أو أي قيمة تحطها للإكس تعمل لك مشاكل؟ ما كنتش بتلاقي أي قيمة، صح؟ من أول نيجاتيف إنفينيتي لإنفينيتي تلاقي العملية ماشية وزي الفل. فالدوال اللي ما بيكونش فيها أي مشاكل دي بتتسمى regular function. تمام. طيب لو جيت دالة مثلا شبه واحد على الإكس، دي كانت تعمل مشاكل في كل القيم ولا في قيمة، يعني في يعني هل ما تعملش مشاكل في كل القيم، ولا في قيمة ممكن تعمل لها مشاكل؟ أكيد كان في قيمة بيعمل لها مشاكل، وهي الإكس بزيرو اللي هي أصفار المقام. لو جيت حطيت الإكس بزيرو يديلك واحد على زيرو، ده يعمل لك مشكلة كبيرة. فكان الزيرو دوت يتسمى سنجولاريتي، يبقى الفانكشن دي عندها ليها سنجولاريتي لما الإكس بزيرو. طب لو واحد على إكس ماينس اتنين مثلا، ديت تعمل لك مشاكل لما الاكس ب2، يبقى نقول الفانكشن دي ليها سنجولاريتي لما الاكس بايه؟ ب2. تعال نربط الكلام دوت في الكومبلكس. الكومبلكس نفس المفهوم بالملي، بس هنقوله بصيغه علميه شويه. بيقول لك الفانكشن اف اوف زد از وان فاليود وديفرنشبل. يبقى الشرطين للريجولار او الاناليتيك فانكشن لازم يكون لهم شرطين، تكون وان فاليود وتكون ديفرنشبل. differentiable دي ما فيهاش اي مشاكل وعارفينها، انما اللي فيها مشاكل هي one valued. ايه المفهوم بتاع one valued او single valued؟ المفهوم بتاعها ان كل قيمه تاخدها الزد يكون قصادها قيمه واحده للاف اوف زد، يعني ما يحصلش ان هي تاخد قيمه تلاقي طالع عليها صورتين في الرينج. تمام. شبه مثلا الجذر، لو انت مثلا بنتكلم في الريال وبقول لك جذر 25 مثلا، ده كان بيبقى بخمسه او بسالب خمسه، يعني انت تدخل له قيمه واحده تلاقيه طالع ليه صورتين، يبقى في الحاله دي مش one valued function. تمام ماشي. يبقى دلوقتي في بنقول الاف اوف زد لازم تكون وان فاليود وديفرنشبل. لسه بقى هنتكلم على الاناليتيك والريجولار دلوقتي. تكون وان فاليود وديفرنشبل ات افري بوينت اون ادومين دي سيف بوسيبلي فور ا فاينايت نمبر اوف اكسبشنال بوينتس كولد اناليتيك فانكشن اند ذا اكسبشنال بوينتس كولد سنجولاريتيز. يعني الداله بتاعتي لو هي وان فاليود وديفرنشبل على كل النقط بتاعت الدومين دي ما عدا شويه نقط، شويه النقط دول هم السنجولاريتيز اللي كنت بتكلم عليهم من شويه. ففي الحاله دي لو الداله وان فاليد وديفرنشبل بس عندها شويه سنجولاريتيز، في الحاله دي بتتسمى اناليتيك فانكشن. لو الفانكشن بتاعتك ما عندهاش سنجولاريتيز، في الحاله دي بتتسمى ريجولار فانكشن. يبقى لو الفانكشن بتاعتي عند ليها سنجولاريتيز تتسمى اناليتيك فانكشن، لو ما عندهاش سنجولاريتيز يبقى دي تتسمى ريجولار فانكشن. بس هو ده كده المفهوم اللي عايزك تعرفه كويس، وهيقابلنا قدام. ونبدأ بقى في الحتة الجديدة اللي يعتبر الفيديو معمول ليها، هو كوشي السيرم. كوشي هتلاقي اسمه بيتكرر كتير بالذات في الجزء بتاع الكومبلكس بكذا نظرية، فتحاول تمشي معايا واحدة واحدة عشان تقدر تفرق ما بينهم يعني بمرور الوقت، وتعرف كل واحدة استخدامها امتى، وهل في نظرية هتغطي على كل دول ولا لا. تعال كده نشوف. كوشي بيقول لك ايه في النظرية بتاعته. بيقول لك لو الفانكشن اف اوف زد از اناليتيك اند وان فاليود وريجولار اون اسامبل كلوزد كونتور سي، then integration على سي اف اوف زد زد ايكوال زيرو من غير ما تحسب. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الفانكشن دي ممكن يكون عندها شويه مشاكل، بس المشاكل بره الكونتور اللي انا شغال عليه. في الحاله دي التكامل بزيرو من غير ما احسب.
يبقى لو الفانكشن عندها شوية مشاكل، عندها كلمة شوية مشاكل يعني عندها سنجولاريتيز، تمام، بس النقط السنجولاريتيز ديت بره منطقة التكامل اللي بكامل عليها، يبقى في الحالة دي التكامل يطلع بزيرو من غير ما احسب. تعال نشوف البروف بتاعها وهناخد عليها مثال يوضح العملية جدا. يعني طبعا الانتجريشن على سيدة اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات، هو بيكون كلوزد انتجرال وممكن يكون دايره بتاعه، غالبا كل المسائل بتكون عندك هنا دوائر، يعني هيدي لك دايره وتشوف النقط بتاعتك هل جوه الدايره ولا بره الدايره. لو جوه الدايره يبقى دي موضوع تاني مش هينفع فيها كوشي سيرم، لو النقط بره الدايره يبقى خلاص التكامل ده بزيرو من غير ما تحسب، بتقول له باي يوزنج كوشي او بالمفهوم بتاع كوشي سيرم يبقى التكامل دوت بزيرو على طول. تعال نشوف بقى النظريه دي مظبوطه ازاي والفكره بتاعتها. النظريه دي لها تو بروفز، البروف اللي احنا هنقوله او اللي هيبقى عليك يعني هو البروف اللي انا هقوله دلوقتي، تمام، وبروف سهل جدا لذيذ. كاتب لك ايه؟ كاتب لك let D be a closed region bounded by the closed contour C، يعني المنطقة اللي محوطها الكونتور سي انا مسميها دي، ماشي. طبعا انت عارف ان الزد من اول ما شغالين في الكورس دوت هي اكس بلس اي واي، والاف اوف زد على طول بنديها المنظر بتاع يو زائد اي في، طبعا اليو دي هتكون داله في اكس وواي، يبقى الزد على طول هتبقى اكس بلس اي واي، والاف اوف زد بنديها المنظر بتاع يو بلس اي في. هو هنا بيقول لك عايز يثبت ان التكامل ده التكامل دوت بزيرو، فبتقول انتجريشن على السي اف اوف زد دي زد، طبعا ما تساواش بزيرو، انت عايز في الاخر تطلع له البتاع دي بزيرو. طيب انتجريشن على السي اف اوف زد دي زد، الاف اوف زد انت مسميها يو زائد اي في، يبقى دلوقتي كل اللي هنعمله هشيل اف اوف زد وهكتب يو زائد اي في، تمام، ماشي. بعدها هشيل الدي زد، بص بقى الدي زد هشيلها واكتب دي اكس زائد اي دي واي، يبقى الاف اوف زد هشيلها واكتب يو زائد اي في، والدي زد هشيلها واكتب دي اكس بلس اي دي واي اللي هي مشتقه الزد يعني. طيب بص اللي هيحصل هنا، لميت الحاجات الريال مع بعض والحاجات اللي قصاد الاي مع بعض، عطلك ايه؟ يو في الدي اكس، وعطلك اي في اي بماينس ماينس في دي واي اهي، والحاجات اللي قصاد الاي اللي هي اي في دي اكس واي يو دي واي لميتهم قصاد بعض وقسمت الانتجريشن حتتين، ماشي. ايه اللي حصل تاني؟ ايه اللي حصل هنا تاني؟ بعد ما عملت دي سميتها معادلة رقم واحد، في معادلة رقم اتنين عملت العكس بقى، اني اوزع بس مجرد اليو زائد اي في الزقها قصاد الدي اكس، واليو زائد اي في الزقها قصاد الدي واي. طبعا الاي لما تيجي توزعها في الترم التاني هتخش هتبقى اي يو زائد اي سكوير في، يعني اي يو ماينس في، تمام. فالمعادله التانيه دي جايه انك تمسك الكوس دوت تضربه في الدي اكس وتضربه في الاي دي واي، والمعادله الاولى دي جايه اللي انت تجيب الجزء الريال لوحده والجزء الايماجيني لوحده، يعني الاولى والتانيه زي بعض، بس انا هعملهم كده بهدف يعني. طيب بقول لك ايه، ابلاي جرين ثيرم في للمعادله التانيه، هنطبق جرين ثيرم. طب جرين ثيرم دي بتقول لك ايه؟ هنفكرك بيها، المفروض يعني يكون عندك خلفيه عنها فهنفكرك بيها. جريم سيرم دي بتقول لك الحاجه لو انت عندك انتجريشن على السي، تمام، عندك كلوزد انتجريشن على كلوزد كونتور اللي احنا هنا مسمينه سي، تمام، لداله قصاد الدي اكس انا مثلا بسميها البي، وداله كمان قصاد الدي واي انا بسميها الكيو، يبقى الداله اللي قصاد الدي اكس دي انا بسميها البي بي اوف اكس واي، والداله اللي قصاد الدي واي دي انا بسميها الكيو. فانت لو جرين بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو مسكت دي هي قصاد دي واي اشتقها بالنسبه لاكس، وامسك دي اشتقها بالنسبه لواي واطرحهم من بعض، تمسك دي الاول تشتقها بالنسبه لاكس، وامسك دي اشتقها بالنسبه لواي واطرحهم من بعض، تمام. ده بيتقلب دبل انتجريشن دي اكس دي واي على اساس الفاريبلز اللي عندك هي الاكس والواي، تمام. تاني ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ الحاجه اللي قصاد دي اكس انا مسميها البي، والحاجة اللي قصاد الدي واي انا مسميها الكيو، تمام، ماشي. همسك الكيو اشتقها بالنسبة لإكس، اشتقها هيبقى بارشل باي بارشل اكس للكيو، ماينس اشتق الحاجة اللي قصاد الدي اكس اللي هي البي بالنسبة لواي، يبقى بارشل باي بارشل واي لليو زائد اي في، مجرد لازقهم بس. بيتقلب ان التكامل على السي دوت بهرب منه وبقلبه دبل انتجريشن على المنطقة نفسها دي اكس دي واي. طبعا هنا انت بتعمل بروف فما فيش مناطق وما فيش حاجات محدده، هي دي بتبقى صعوبه اثبات النظريه، تمام. ده اللي انا وصلت له دلوقتي. هعمل ايه قبل ما انزل على السطر تحت؟ اعمل كده الاثنين قصاد بعض، عايزك بس تركز معايا في اللي هيحصل. بص اللي هيحصل دلوقتي ايه، هوزع الدي باي دي اكس، هشتق يعني
ديت هتبقى اي بارشال يو باي بارشال اكس اهي، ماينس بارشال في باي بارشال اكس اهي، ماينس بارشال يو باي بارشال واي، تمام، ماينس عشان ماينس هيتوزع تاني، ماينس اي بارشال في باي بارشال واي، تمام. وصلنا الحتة دي، ايه اللي حصل هنا؟ بص بقى، السي ار اي كوشي ريمانز ايكويشن، هنستعمل كوشي ريمانز ايكويشن، ودي برضو مشهورة، المفروض يبقى عندك خلفية عنها. كوشي ريمانز ايكويشن تاخدها في مثلا في مادة زي تحليل رياضي او المواد اللي هي البيزكس ديت. بيقول لك ايه كوشي ريمان؟ بيقول لك لو انت عندك دالتين، تمام، دالة اسمها يو ودالة اسمها في، تمام، تقدر تقول يكون عندك دالتين، ده اللي اسمها يو ده اللي اسمها في، متحققين على المعادله اللي هي اف اوف زد ايكوال يو بلس اي في، يو بلس اي في، تمام. ايه اللي بيحصل بقى؟ ان اليو اكس، او انا كاتبها اهي، بص اللي بيحصل ان لو جيت اشتقيت اليو بالنسبه لاكس هي نفس مشتقه الفي بالنسبه لواي، او لو جيت اشتقيت اليو بالنسبه لواي هي نيجاتيف مشتقه الفي بالنسبه لاكس، تمام. انا دول هستعملهم هنا. طب عشان اثبت الحته دي، طبعا انت عايز تثبت كل ده بزيرو، عشان تثبته انت وحد كلامك، يا اما تخلص من الفي يا اما تخلص من اليو. اللي انا عملته هنا، انا خلصت من الفي، يعني انا هشيل كل حاجات الفي وهعوض عنهم باليو، يبقى الاربع حاجات دول كلهم يوهات. اول واحده اي بارشال يو باي بارشال اكس ما تلمسهاش، ما احنا قلنا هنحافظ على اليو. طب دي سالب بارشال في باي بارشال اكس اهي، ما هي كلمة اكس لما يكون سبسكريبت من تحت كده دوت اللي هو مشتقة، يعني مشتقة بالنسبة لاكس، يعني دي كده ترجمتها سالب بارشال في باي بارشال اكس، اشيلها واكتب بارشال يو باي بارشال واي، يبقى الحتة دي كلها اشيلها واكتب بارشال يو باي بارشال واي، ماينس بارشال يو باي بارشال واي، دي ادي دي اليوهات قلنا هنحافظ عليها، دي في عايز اشيلها، اشيل الفي بالنسبة لواي. طب عشان اشيل الفي بالنسبة لواي اهي بيقول لك بارشال في باي بارشال واي، تقدر تشيلها وتحط بارشال يو باي بارشال اكس، يبقى شلت بارشال في باي بارشال واي وحطيت بارشال يو باي بارشال اكس. الترم الاولاني هيطير مع الترم الرابع، والترم الثاني هيطير مع الترم الثالث، فدوت هيبقى بزيرو، انتجريشن على الزيرو دي اكس دي واي دوت بزيرو، تمام. حد يقول لي ما هو انتجريشن بتاع الزيرو كونستانت، لا، انت الدبل انتجريشن دوت هيكون محدد بالمنطقه اللي انت شغال عليها، فالديفنت انتجرال ده مستحيل يدي لك كونستانت. يبقى دلوقتي انا كنت بادئ بتكامل على السي اف اوف زد دي زد، فضلت شغال 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 لحد ما طلع معايا بزيرو، يبقى انا كده قدرت اثبت البروف بتاع كوشي سيرم، اللي هو تاني ايه المفهوم بتاع البروف دوت؟ المفهوم بتاع البروف دوت والميزه بتاعته ان لو في فانكشن عندها مشاكل، تمام، بس المشاكل بتاعتها بره الكونتور اللي انا شغال عليه، بره الدايره اللي انا هكون بكامل عليها، ففي الحاله دي من غير ما احسب هقول له ده بزيرو على طول. تعال ناخد مثال للحته دي، هجري كده، هتلاقيني بجري شويه ورق، مالكش دعوه باي حاجه، خليك بس معايا في الجزئيه دي، خليك يعني منتبه للي هيحصل. هاخد مثال بسرعة تفهم منه الحتة بتاعت كوشي سيرم، وبعدها لو الفيديو لسه فيه وقت هناخد نظرية كمان. جري كده شوية، جري شوية اهي. بص بقى، لا مش دي، بص بقى الجمال في السؤال دوت. اهي بص بقى الجمال في السؤال ده كده، ركز معايا، ركز كده معايا وهتلاقي العملية 10 على 10. جاي لك سؤال زي ده، الحتة دي طبعا التكامل، وعطي لك مود زد ماينس اي ايكوال 1، دي كده اللي هي السي، دي اللي هي الكونتور سي اللي انت هترسمه، تمام، اللي هو كان تكامل على السي، وديت الاف اوف زد دي زد، يبقى ده الشكل بتاع كوشي اللي احنا كنا لسه شغالين عليه. اف اوف زد هي كل البلوة دي، كل الحتة دي هي اف اوف زد، تمام، دي كده هي الاف اوف زد، ماشي. طب انا اهم حاجه في السؤال من النوعيه دي بعمل ايه؟ عايز ارسم، لازم ارسم، ده اهم حاجه في السؤال، اهم من حل السؤال نفسه، اني ارسم الكونتور. الكونتور دوت قلنا بيترسم ازاي؟ المنظر ده عباره عن دايره، هتلاقيني شارحها في الفيديو التاني، في الفيديو الرابع. المنظر ده عباره عن دايره، الحاجه اللي بتكون مطروحه من الزد هي السنتر، هنا السنتر بتاعها اي، معنى كلمه اي يعني واحد على محور واي، ادي يا عم السنتر اللي هو اي، يعني واحد على محور واي. والراديوس بيقول لك بواحد، يبقى هنا المعادله دي معادله دايره، السنتر اي والراديوس واحد، ادي يا عم السنتر اي والراديوس بواحد، يعني تطلع تنزل واحد من هنا وواحد من هنا، يعني هيكون نفس الرسم اللي انا راسمها كروكي دي. يبقى الدايره بتاعتي بالمره عشان يبقى كل حاجه واضحه، الحته دي اللي هي الزيرو، والحته دي هتبقى 2 اي، دي كده رسمه الكونتور بتاعي، ماشي. طيب بتعمل ايه في الاسئله من النوعيه دي؟
اول تفكير عندك ارسم الرسمه، رسمت الرسمه انت كده كويس. تاني تفكير لازم احلل المقام عشان ابين النقط المستخبيه اللي عامله لي مشاكل. يبقى اول تفكير رسمت الكونتور، ادي يا عم رسمت الكونتور خلاص، اشوف الزد سكوير ماينس 1 دوت عايز احلله، ده هيتحلل ايه، زد ماينس 1 وزد بلس 1. طب ايه الحاجات اللي هتعمل لي مشاكل في الداله دي؟ طبعا الواحد والسالب واحد، هنا لو حطيت الزد بواحد دي مصيبه سودة، ولو حطيت الزد بسالب واحد دي مصيبه اكبر. تمام، يبقى انا عندي ايه، عندي تو سنجلر بوينتس، الواحد والسالب واحد، دول لو جيت عوضت بيهم في الداله هيديني مشكله كبيره. ففي الحاله ديت هما دول السنجولاريتيز، يبقى الداله دي لحد دلوقتي اناليتيك، الداله دي لحد دلوقتي اناليتيك لان ليها سنجولاريتيز. تمام، احنا قلنا الاناليتيك فانكشن هي داله ليها شويه مشاكل اللي احنا اسمها سنجولاريتيز. يبقى انا عندي الزد بواحد والزد بسالب واحد دول ايه السنجولاريتيز بتوع السؤال دوت. تمام ماشي، تروح تشوف مكان الزد بواحد والزد بسالب واحد على الرسم. يبقى دلوقتي اول ستيب ارسم، تاني ستيب احلل المقام واشوف ايه الحاجات اللي بتصفر المقام، تالت ستيب اشوف النقط بقى ايه هي بالظبط واروح حاططها على الرسمه. هو بيقول لك الزد بواحد والزد بسالب واحد، ادي يا عم الزد بواحد يعني واحد واحد، الاكس بواحد والواي بزيرو، يبقى ادي الواحد، والزد بسالب واحد ادي يا عم الزد بسالب واحد. النقطتين دول حظي الجميل انهم واقعين بره المنطقه اللي انا شغال عليها. ففي الحاله دي بقول له كوشي بيقول لي ايه، لو الداله دي اناليتيك يعني عندها شويه مشاكل بس في المنطقه اللي انت شغال عليها ريجولر، يعني المشاكل دي بره المنطقه بتاعتك، ففي الحاله دي يبقى التكامل بزيرو من غير ما احسب. فالحمد لله السؤال دوت من غير ما احسب يبقى التكامل ده بزيرو. تعالى كده نشوف الكلام المكتوب، لازم الكلام ده يتكتب طبعا. بتقول لي وي هاف تو سنجولار بوينتس، عندي زد بواحد وزد بسالب واحد، دول النقط السنجولار بوينتس بتاعتي. بس ايه بقى الجمال اللي هنا، which both lie outside the contour C، النقطتين دول واقعين بره الكونتور سي صح، يبقى الاف اوف زد ريجولار انسايد ذا كونتور سي صح، الاف اوف زد اناليتيك بس هي ريجولار انسايد الكونتور سي، يبقى في الحاله دي باستعمال كوشي سيرم التكامل دوت بزيرو من غير محسب. تمام، هنكتفي بالجزء دوت، هنكتفي بالجزء ده عشان الفيديو ما يطولش، والنظر وان شاء الله الفيديو الجاي نخش في النظرية التانية بإذن الله. أتمنى تكونوا فهمتوا، واللي عنده أي سؤال يكتب وإن شاء الله نرد عليه بإذن الله.